أقول للمعلمين وللتربويين وللمفتشين التربويين والموجهين التربويين، والله إنكم تشتركوا مع هذا الرجل في الجرم إذا سمحتم بتدريس هذه المواد وتدريس هذه الدروس وهذا السم الذي دسه هذا الرجل في الدسم. والله إنكم ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى، أنتم مشتركين معه في الجرم. مشكلة وبس. أنا رسالة أرسلها لرئيس مجلس السيادة البرهان ولنائب حميتي، وأرسلها حتى لأخونا وزير الشؤون الدينية والأوقاف اللي تكلم أول مرة ثم لا أدري أسكتوه أو ماذا. لا تكلم في شنو لكن لا هو تكلم في البداية عن وانتقد مسألة التعديل الذي لم لا 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 بالذات في كتاب الدراسات الإسلامية الذي لم يعرض على وزارة الشؤون الدينية، بل حتى قالوا وكلامهم صحيح، أحد الذين في الوزارة قال ينبغي حتى المناهج الأخرى تعرض علينا، وهذا ضمن قرار مجلس الوزراء لا يكون هناك فيها ما يخالف الدين. أنا أقول لهم نزلت وطبعت ووزعت لأبنائنا، وين دوركم؟ أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الجرم. أنا دع الكلام ده للشعب السوداني كله، دي رسالة لكم ولهؤلاء الشباب الذين خرجوا في هذه الثورة. أنتم يا شباب طلعتوا في الثورة دي من أجل أن يأتي الجراي ليسيء إلى إلهكم الذي لا إله إلا هو، الذي يمكن أن يزلزل عليكم السودان بكامله، ويمكن أن يزحزح عليكم الماء والجبل وأن تجوعوا من الغد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دكتور خليل، هؤلاء الشعب السوداني، شوفوا يا شباب الثورة، هذا الكلام ينبغي لكم أن تروا من أنفسكم لهذا الشعب السوداني الذي مجد حركتكم وثورتكم، إنكم أنتم أيضا تخرجوا من أجل الدين ومن أجل الإله الأعظم. هو دكتور، الناس اللي كان بتصلي في القيادة العامة وبتستمع لخطب الجمعة بالتأكيد لا يقبلون بكل هذا العبث الذي يخرجوا في المناهج.